اليهود شعب الله المختار، وإسرائيل بتدافع مس عن نفسها. داليا زيادة المتهمة بالخيانة سافرت من مصر بعد الهجوم عليها بسبب تصريحاتها، والسؤال الأهم: إلى أين الوجهة؟ هل تستضيفها تل أبيب؟ أعلنت داليا زيادة مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة إنها غادرت من مصر، وحتى وقت سفرها أثارت الجدل ليها بكلمات أخيرة على حسابها وقالت: مصر هتفضل غالية عليا مهما حصل ومهما شفت منها، وكل أطياف الإسلاميين هيفضلوا بالنسبة لي متطرفين، وهفضل أحاربهم وحارب أفكارهم هم واللي واقفين وراهم. ووصفت إسرائيل في رأيها إنها جار وصديق وشريك مهم جدا لمصر، وبتقول: كان في بيننا حرب في يوم من الأيام، بس برضو في بيننا معاهدة سلام بقالها 40 سنة. ووجهت رسالة لليهود وقالت عنهم: هيفضلوا في نظري هم شعب الله المختار، وهيفضلوا في نظري بشر مكرمين من عند ربنا زيهم زي كل البشر. وأرفض تماما وصف المتطرفين العرب والمسلمين إنهم قردة وخنازير. وشكرت الناس اللي وقفت جنبها في أزمتها الأخيرة ضد الإعلاميين والمحاميين اللي رفعوا عليها قواضي بتتهمها بالخيانة، وقالت للي انتقدوها: لن توقفوني أبدا عن قول الحق والعمل من أجل القيم التي أؤمن بها، وعلى رأسها تحقيق السلام في الشرق الأوسط والديمقراطية في مصر. والحقيقة إن أول ما تعرف إن داليا هتسافر برا بقى في تساؤلات كتير عن المكان اللي هتروحه، ويا ترى ممكن تكون إسرائيل دعتها للاستقرار هناك، خصوصا إن أفكارها موافقة ليهم وبتدعمهم. إلا أنه يقال أن داليا سافرت لأمريكا، ومن الأساس بدأ الهجوم ده على داليا زيادة بسبب ظهورها من أيام في فيديو مع أحد الباحثين من معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. بس داليا ما كانتش بتدافع عن الفلسطينيين وحقهم، هي دفعت عن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وقالت نصا: الإعلام بدأ ينظر على رد فعل إسرائيل على الحادث البشع ده، اللي هو بمناسبة لو حدث في أي دولة في العالم كان ده هيكون رد الفعل الطبيعي، لكن اللي حصل في إعلامنا أنه تم تضخيم فكرة أن إسرائيل تقتل الفلسطينيين العزل من غير ما يركزوا على أن الفصائل الفلسطينية مسؤولة بشكل كامل عن اللي بيحصل الآن وعن قيام الحرب من أساسها، فضلا عن ارتكابها لجرائم التحريض على ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. ومن بعد الكلام اللي قالته ده تهجمت من الكل وحتى معرفها، ومنهم صانع المحتوى محمد طاهر وقال: أنا أعرف داليا زيادة من 2015، من ساعة ما كنت شغال معد برامج ومراسل، والحمد لله على نعمة البصيرة من أول يوم شفتها فيه، وأنا بقول عليها إنسانة منافقة ومدعية ومتصدقة لأقصى درجة، إنسانة لا تؤمن بما تقول ولا يفرق معها غير إنها تحاول الاحتكاك بالنخبة عشان تقدر تكمل وتعيش. وعلى طول قرر المحامي عمرو عبد السلام تقديم بلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة لاتهامها بارتكاب جريمة السعي للتخابر مع دولة أجنبية ونشر بيانات وأخبار كاذبة.